في واحدة من الحريم سمعتنا واحنا بنتحدث الصبح وعرفت ان مفيش غولة. وخبر زي ده لو اتعرف محدش عارف هيحصل لنا ايه. يبقى لازم تدفن عمد. وبعدين انت حريمك كتير. مين فيهم؟ أم الواد. وأنا يا عمد. الواد تربي أي حرمة من حريمك. إنما هي لازم تدفن. يعني إيه؟ في إيه يا عرابي؟ في إيه؟ أي حد يعرف عننا أي معلومة نقتلهم. يا سلام، وأنت اتعمدت ليه؟ أولاً الست لسه والدة، ثانياً وده الأهم، في مليون طريقة غير القتل. معلش تسكت يا كيف يا سعدون. اللي مش معانا ضدنا. والأمر ما يسلمش. أنا رأيي من رأي عرابي يا عمدة. أنا مش بقولك ده عشان تقولوا لي ندفنها ولا نشتري سكاتها. أنا قادر على حريمي زين. الموضوع ده ما يتفتحش تاني. واللي هيفتحه أنا حدفنه بيد دي. أنا بقولك ده عشان ناخد بالنا من كلامنا وما نعليش حسنا زي الصبح. ساكت ليه يا علوان؟ اللي عندي انا قلته لك يا عمدي. انا هقضي فرض ربنا وهسيب البلد كلها. يعني ايه يعني وانت سيب طماطم؟ ده مش الاتفاق اللي بينه. وانا ما جبرتش حد ولا ضربت حد عليك وقلت له تعالى ورايا نسيب البلد. انا خلاص هقضي بقيه حياتي بالحلال ومش هدخل في شوفي حاجه حرام تاني. انت فاكر يا اخي عربنا اللي انت بتعمله دي؟ تقعد لك 60-70 سنة تاكل في مال حرام وتبقى اخر ساعتين؟ تبقى ضمان الدنيا واخر. يا واد يا واد، كانش حد غلو يا ابو عمه. انا مش جاي من الرشاح يا مورني. مش جاي من الرشاح. لقناك دي؟ احنا اللي مربينها لك. فلما تحب تعمل واعظ ابص كويس في عينين اللي بتوعظه. انت قصدك ايه يا علوان؟ قصدي انتوا عارفينه زين. عارفينه زين؟ الفلوس اللي كسبتها معاكم انها ردت. هتكون عندكم. لكن انا خلاص قلت او هقول تاني. انا مش هدخل في جوفي. حاجة حرام تاني. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.